ليش دهمنا بكاميراتنا مدرسة رسمية من دون إذن الوزارة؟ الأسبوع الماضي وصلوا لنا هالثلاث صور اللي هلا رح تشوفون، ببينوا في ناظر عم بيركع التلاميذ قدام العلم مع كف من هون مع عصاية من هون. هيدا المشهد عم يتكرر كل يوم، موجود بعدد من المدارس بحسب جيران هيدي المدرسة، كمان بحسب ما وصلوا لنا. والأولاد يلي عم يتركعوا على العلم اللبناني هن لاجئين عراقيين وسوريين. رحنا لحتى نتأكد، رحنا لحتى نشوف بعيننا، لحتى نراقب شو عم بيصير بهيدي المدرسة. رح نشوف نحن وياكم شو اكتشفنا. هالصورة اللي قدامكن منا أبداً صورة لمبنى من مباني تجار المخدرات. جوات هالشبابيك المضوية في ولاد عم يتعلموا، وهون تحت هيدا ملعبهم المعتم على حيطان بيوت الجيران. هالمبنى هو مدرسة رسمية، مدرسة الشياح المعروفة باسم مدرسة داغر. الصورة معتمة لأنه الساعة 5:15 بعد الظهر، يعني الدوام يلي بيتعلم فيه اللاجئين السوريين والعراقيين. ثلاث صور من قلب ملعب هالمدرسة كانوا كافيين لنجي نراقب الوضع بهالعتمة يلي كانت ساترة شو عم بيصير. الأولاد عم تلعب وتركض. بالزاوية حد العلم في طالب من الصفوف الكبيرة عم بيراقب الأولاد وبينقل الشكوى لأستاذ بسام للناظر أبو عصا. الأستاذ بسام بيعاقب كل ولد خالف الأصول بكم كف على الماشي ليرجع يركعن على العلم اللبناني. وفوق هالشباك هالمعلمة عم تتفرج على الزل يلي عم يتعرضوا له هاللاجئين بأعصاب باردة. هيدا يلي شفناه واللي ما قدرت تجهيزاتنا باليوم الأول تنقله بسبب غياب الضوء. رجعنا عن جديد ونطرنا وقت الفرصة. كان كل شيء طبيعي لحد ما أبو عصا ضرب أول كف وعطى تلاميذ الأوامر إنهم يركعوا قدام العلم. هالمشهد يلي صار له أسابيع وعم يتكرر بحسب شهادات الجيران استفزنا كتير، فقررنا نفوت على المدرسة بكاميراتنا من دون إذن تصوير. معنا ما في نحكي ولا اسم مديرة. وانت من وين؟ من سوريا. مش مرة حدا ركع على العلم منكم؟ أنا. ليه؟ كنا مشكلة شعره وبيضربنا. بس لأنه بنركض. لأن تركضوا ممنوع الركض يعني؟ تعرفوا هذا علم شو؟ ايه علم احنا عم نصور. نحن عم نصور. كيف تفوتوا على المدرسة قبل ما تعطوني ورقة؟ أنا مديرة مش لازم انسى أنا لازم تطلع لعندي. نعم. خلينا بس تطلع لعندي. في مخالفة عم تصير بهالمدرسة. في مخالفات عم تصير بهالمدرسة. نعم. في ارتكابات بحق الأولاد عم بتصير. هاي ما رح نسمع. في مسجد قربي. تفضل لعندي على بدي ناظر. بدي منك تستدعي ناظر كمان إذا بدنا نتفضل على المكتب. لا تفضل. يا لطيف هلا إذا سؤال شو واحد كف يعني شو لطيف. احنا شفنا هون جواز علينا. المديرة رفضت إنها تتصور ففتنا على المكتب وتركنا الكاميرا برا. عرضنا عليها الصور يلي بين ايدينا ومن بعدها عملت اتصالاتها بالوزاره. حدا بيحكي مع مدام سونيا؟ كل مخالفه بتوصل لي انا واجب الاعلامي واجب الانساني والمهني بحتم علي انا راقب هيدي المخالفه. يا حلال خبرك على المدرسه تصوري ثلاث دقائق بس ما يعني هلا قالوا بقول لك عقوبه صغيره مده ثلاث لا تتجاوز. حضرتك لبناني ولا سوري؟ عم انت بتعرف شو عم تعمل؟ انت عم تركع تلاميذ سورية قدام علم لبناني. مش العلم الاهمية، المحل الوحيد المرتب. اوكي عم تركعوا المحل المرتب. بس انه قصتك حتى ما انت بعدين عليت ليش حتى ما يتضايقوا بس هيك. تركنا المدرسة بعد ما صار مع علم الوزارة باللي عم بيصير، وقلبنا مع هالولاد اللي ما بيكفيهم ظلم الحرب والتهجير ليلحقهم الذل والضرب ومشهد الركعة على العلم اللبناني اللي رح يبقى مرفقهم لوقت طويل.
لما فتحنا بالموسم الماضي ملف المدارس الرسمية والظروف المعيشية اللي عم بتواكب تلاميذ هيدي المدارس، إن كان من أوضاع الحمامات أو من الرطوبة أو من النش بالصفوف أو حتى المباني يلي بتفتقد لأقل معايير صيانة والسلامة، كان الهدف إنه نضوي على مشاكل المفروض ما يواجهها ولا تلميذ بمدرستهم كان لبناني أو غير لبناني، لحتى نتفاجأ إنه في مشاكل أخطر بكتير من اللي كنا عم نحكي عنه وعارضينه. مجرد مشهد تلاميذ سوريين وعراقيين عم بيركعوا قدام علم لبلد ما بينتموا له حتى ولو موجودين فيه، لحاله هيدا المشهد شكل عنا ملف لحتى نتابعه. عم بتخيل للحظة الأضرار النفسية عدا عن الجسدية الناتجة عن ممارسة هيدا الناظر عن ضرب الكف وغيره من اللي شفتوه بالتقرير، وبكرة بعد شي 10 أو 15 سنة منتفاجأ من وين إجا الإرهاب؟ من وين إجا الحقد؟ عند أولاد كنا بيوم من الأيام مربحينهم جميلة إنه نحن استقبلناهم من بعد ما تهجروا من بعد ما تشردوا من بيوتهم لظروف مش بإيدهم. لما بنسمع على التلفزيونات أميات سورية أو عراقية عم يشكوا من الذل يلي لقوه ببلدنا وببلدان تانية كمان بتاعت حالة متطورة أكتر منا كمان، ما ننطفد كتير لأنه هيدا الواقع وهيدي الحقيقة بمعظم الأحيان. أحليله الولد اللاجئ ما يتعلم على أنه يكون تحت رحمة ناظر بيعتبر الركعة قدام علم لبنان لأولاد أجانب لمدة 3 دقايق عقوبة بيقبلها القانون. معليش بعرف انه بكل حلقه بنحكي فيها عن حقوق هذه العيال وخاصه الاولاد الاجانب بنلاقي كم من الحقد والكره من عدد من الناس، بس اذا الفساد بهيدا البلد اخذ منا كل شيء ما نلوم الناس الغلط. نحن وعم نصور بالمدرسه بتقول معلمه نحن عم نعلمهم بلا ما نقبض، انا الليله بقول لها معك حق ونحن الى جانبك معك حق 100%، مش هين الانسان يشتغل ويتعب بلا مقابل وبلا ما يقبض حقه، خصوصي ببلد العيله فيه انجع عم تقدر تقسم مدخولها على مصروفها. مثل ما عرضنا بأول حلقة عرضنا ريبورت عن هذا الموضوع، بس هيدا ما بيبرر العنف. تجاربنا بكل مواضيع المدارس مع وزارة التربية من الموسم الماضي وهذا الموسم كانت جداً إيجابية ودائماً كان في حرص كامل على كل ملف من اختصاصها. الإجراءات دائماً عم تكون سريعة من الوزارة. بهذا الملف نحن كنا ناطرين جواب من الأستاذ فادي يرق ولكن هو موجود خارج لبنان. هذا الموضوع ما بينطر ولا نهار، الوزارة صار معها خبر فيه، ناطرين أستاذ فادي ليرجع. الجمعة الجاي رح نقلكم شو نعمل وشو الإجراءات اللي اتخذت.